السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة، واستكمالا لموضوع مستقبل التعليم الفني في مصر أو المستقبل للتعليم الفني في مصر. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت إن الدولة دلوقتي في اتجاهها إلى رفع شأن مستوى التعليم الفني، يعني لو انت طالب في الاعدادي وبتفكر وبتقارن تخش ثانوية عامة ولا تخش احدى فروع التعليم الفني فكر كويس، لان التعليم الفني ما عادش زي زمان. طبعا التعليم الفني ليه اكتر من فرع، عندنا التعليم الصناعي والتعليم الفندقي والتعليم التجاري والتعليم الزراعي. النظام الجديد دلوقتي النظام القائم على الجدارات، وكلمة الجدارات معناها ان احنا ربطنا المناهج ب سوق العمل، يعني السوق محتاج ايه هنطلعه له، سواء كان تعليم فني او تعليم فندقي او زراعي او تجاري. يعني النهاردة الطالب بتاع التعليم الفني طبعا ده غير فرصته في الالتحاق بالكليات، سواء كلية تجارة او كلية هندسة او كلية زراعة او كلية سياحة وفنادق. يعني التعليم الفني اصبح دلوقتي موازي تماما للثانوية العامة. احنا الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على ربط المناهج بالمجتمع اللي احنا بنعيش فيه، اتكلمنا على مادة اسمها قانون العمل في الحلقات اللي فاتت، ازاي انا استفيد من قانون العمل ده ان انا اعرف حقوقي لما اشتغل في اي مكان، لما اشتغل في منشأة صناعية او منشأة تجارية خاصة هبقى خاضع لقانون اسمه قانون رقم 12 لسنة 2003 اسمه قانون العمل. وخدنا ازاي بتعرف اجازاتك وازاي بتعرف الاجر بتاعك بتحسب ازاي وحقوقك والجزاءات اللي ممكن يوقعها عليك والعقد لما بتيجي تكتبه ايه المطلوب منك فيه، واتكلمنا كتير عن الموضوع ده. استكمالا للمواضيع اللي اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت هنتكلم كمان النهاردة على برضو قانون العمل. وطبعا احنا كنا اتكلمنا ان انت لما تيجي من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ سن التقاعد، يعني ايه التقاعد؟ ان انت توصل للمعاش، وموضوع المعاشات ده موضوع مهم كتير جدا. طيب في بعض التشريعات او عده تشريعات، تشريعات تحكم العمل الحكومي وتشريعات بتحكم العمل الغير الحكومي وتشريعات خاصه بالهيئات الخاصه والمناطق الحره. اجا قانون لم القوانين دي كلها في قانون واحد سمناه قانون التأمينات الاجتماعية، القانون رقم 79 لسنة 1975. يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية هو الشريعة العامة في التأمينات الاجتماعية في مصر بهدف توحيد المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي وغير الحكومي وإيجاد تشريع واحد لنظام التأمين بدلا من وجود تشريعات متعددة في هذا الشأن. طيب يعني ايه الكلام اللي احنا كاتبينه ده او الكلام اللي بتقال ده؟ قد يكون الكلام صعب شوية لكن هو مش صعب ولا حاجة. هي الدولة عملت قانون واحد سميته قانون 79 لسنة 1975 واطلقت عليه قانون التأمينات الاجتماعية. القانون ده هو الشريعة الاساسية للتأمينات، سواء بقى الجزء اللي يخص المعاشات او اصابة العمل او تأمين المرض او البطالة او هنعرف كل الحاجات دي في الحلقات الجاية ان شاء الله. وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم على المعاشات. طب تعال نشوف مع بعض كده القانون ده اهم البنود اللي اعتمد عليه ايه. بيقوم هذا القانون بالتأمين على قائمة من المخاطر. ايه المخاطر ديت؟ تشمل الشيخوخة، العجز والوفاة، إصابات العمل، المرض، البطالة، تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. يعني القانون ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الحقوق لما بعد الستين، اللي هو بعد سن التقاعد انت بيبقى ليك حق عند الدولة. الحق ده جاي منين؟ جاي من المعاشات بتاعتك، الرعاية. طبعا عندنا معاش العجز والوفاة، معاش الشيخوخة، وعندنا اصابات العمل والمرض والبطاله وتامين الرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات. اول حاجه هنتكلم عليها ان شاء الله
معاش الشيخوخة. يعني ايه معاش الشيخوخة؟ وهي حالات استحقاق معاش الشيخوخة، وازاي اقدر ان انا اكون وصلت لمعاش الشيخوخة. طيب، معاش الشيخوخة او ساعات بنسميه ما يطلق عليه معاش الاجر الاساسي. طيب، وانت خلصت شغلك وطالع على المعاش، حقوقك ايه؟ حقوقك ايه؟ طبعا انت ليك حقوق تانية غير المعاش، ليك مكافأة، منحة زواج، منحة وفاء، الكلام ده كله. انما خلينا في معاش العجز والوفاء. ازاي انت تحسب معاشك؟ تحسب معاشك ازاي؟ عندنا القانون قال يحسب متوسط اجر العامل عشان احسب بيه المعاش، يعني على اخر سنتين عمل. يعني اخر سنتين انت كنت شغالهم في العمل، بتحسب المتوسط بتاعهم، بتضربهم وتقسمهم على الاثنين عشان يطلع لك المعاش بتاعك. ده معاش الشيخوخة. طيب، في عندنا معاش العجز والوفاء، ويستحق معاش العجز والوفاء في حالة حالتي العجز أو الوفاء. في عندنا كمان تعويض الدفعة الواحدة. يعني إيه تعويض الدفعة الواحدة؟ ده بينطبق على حالتين. لو أنا زادت مدة الاشتراك بتاعتي عن 36 سنة، أو لم ينطبق عليا شروط المعاش، برضو ليا معاش اسمه تعويض الدفعة الواحدة. كمان عندنا معاش الأجر المتغير، عندنا معاشات وتعويضات إصابات العمل. طيب، خلينا كده نتكلم على المعاش بصفة عامة. هو المعاش ده مين بيديه لمين؟ احنا عايزين نفهم المعاش ده. أول حاجة، فاكرين لما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت قلنا العقد العمل ثلاث نسخ، نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة للحكومة اللي هي التأمينات. طيب، بيبتدي أول، لو أنت بتقول لحد أنا بدأت أثبت في الشغل، اثبت أو تعينت في الشغل، لما بتثبت بيبتدي يتخصم منك شهريا مبلغ معين للتأمينات. المبلغ ده بيتخصم منك من مجموع الأجور المتغيرة بتاعتك ومن الأجر بتاعك، وبنعينهولك لحد ما توصل لسن الحكومة، يعني بتعينه لحد ما توصل لسن التقاعد. طبعا الحكومة بتحط حصة من عندها بنسبة 1% لجميع العاملين على، وبناخد حصة من صاحب العمل، وبنجمع لك لحد ما توصل لسن التقاعد. بعد كده بنحسب لك المعاش. وهي كمان القانون قال في معاش العجز، المعاش الأجر الأساسي أو معاش الشيخوخة، بعد ما القوانين اتحطت، قال كمان هنزود لصاحب المعاش 25% عند حساب المعاش، بحد أدنى 20 جنيه وحد أقصى 35 جنيه. ده نوع من أنواع المعاشات. بيستحق إمتى؟ تعال نشوف كده مع بعض. عندنا القانون قال إيه؟ قانون التأمينات الاجتماعية توسع من حيث الأشخاص. يعني إيه توسع من حيث الأشخاص؟ يعني كان الأول قاصر على فئة معينة، لكن دخل فئات تانية معاه. تعال نشوف كده دخل مين معاه. حيث قرر سريان أحكامه على الفئات الآتية. يعني الفئات اللي عندنا دي، اللي قدامنا دي، ده اللي هيطبق عليها القانون. العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة، يعني العاملين شغالين في الحكومة. العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل، يعني بتوع القطاع الخاص إذا توفر فيهم الشروط. المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات. دول كده الأشخاص اللي هيطبق عليهم القانون. والعاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية وتأمين المعاشات. كمان سبيان أحكام هذا القانون على إصابات العمل، على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين، والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة. كلام يبان ان هو قد يكون تقيل شوية، لكن تعالى كده هوضحه لك ببساطة شديدة قوي. احنا بنتكلم دلوقتي على التأمينات. في حاجة عندنا اسمها إصابة العمل. القانون قال ايه؟ اما تحصل إصابة عمل، العامل في مجموعة من الخاضعين للقانون هياخدوا كافة أنواع التأمينات. يعني هياخدوا تعويض الإصابة والمعاش والتعويض المدني والحقوق الاجتماعية والكلام ده كله. لكن هناك بعض الفئات هتاخد تعويض إصابة العمل فقط. هتاخد تعويض إصابة العمل فقط، يعني لو حصلت له إصابة بالشغل مش هياخد إلا التعويض فقط. وهنفهم دلوقتي ليه مش هياخد إلا التعويض فقط. بس مين هم دول؟
اول فئه اقل من 18 سنه اللي هم الاطفال. الله، هو الاطفال والقانون نظم عمل القانون الاطفال، القانون نظم القانون الاطفال. اه طبعا، تعالى القانون قال ايه. بص، القانون اهتم بفئتين مهمين جدا. قال هناك فئتين يعاملوا معامله خاصه في قانون العمل، الفئه الاولى الاطفال والفئه الثانيه النساء. تعالى نتكلم على الاطفال ونتكلم عن النساء. طيب، هو مش الطفل ده ممنوع ان هو يشتغل؟ اه طبعا ممنوع يشتغل طبقا لقانون الطفل وقانون العمل. قانون الطفل والمنتديات العربيه والقوانين العربيه قالت ان الطفل لا يجوز تدريبه في الشغل قبل سن 12 سنه، لكن يشتغل فعلا. قانون العمل حدد سن تشغيل الاطفال من 14 سنه او اتمام مرحله التعليم الاساسي الى 18 عام، وده الحد الاقصى. يعني الطفل يشتغل من 14 ل 18 سنه، دي اول حاجه. رجع القانون قال ايه، بس خلي بالك صاحب العمل اللي هيشغل اطفال لازم ياخد باله من الحاجات اللي احنا هنقولها دي. زي ايه؟ اول حاجه، لا يجوز تشغيل الاطفال في الاعمال الليليه. يعني ما ينفعش اشغل طفل في اعمال ليليه من بعد الساعه 7 مساء يعني. كمان لا يجوز تشغيل الطفل اي وقت اضافي، ما ينفعش تشغله وقت اضافي. كمان لا يجوز تشغيل الاطفال في الاعمال الشاقه. اعمال الشاقه زي ايه؟ دبخة الجلود والمسابغ وتقطيع وسلخ الحيوانات والصناعات الكيماويه والصناعات اللي فيها مواد مضره بالانسان، كل ده ممنوع الطفل يشتغل فيه، اللي هي بنسميها الاعمال الشاقه يعني. كمان الطفل القانون حدد له عدد ساعات معين يشتغل فيه، ما تزيدش عن 6 ساعات. يعني العامل الكبير اللي هو بعد ال 18 سنه 8 ساعات في اليوم، اما الطفل 6 ساعات. ومش كده وبس، الست ساعات دول يتخللهم ساعه راحه، ساعه ايه؟ راحه في النص كده. ولا يجوز تشغيل الطفل اكتر من 4 ساعات متواصله. ما اقدرش اشغل الطفل اكتر من 4 ساعات متواصله. يبقى احنا عندنا هنا بنقول خلي بالك، الطفل ولا ينفع يشتغل في اعمال شاقه، ولا ينفع يشتغل في اعمال ليليه، ولا ينفع يشتغل وقت اضافي، ولا حتى كمان ينفع يشتغل ايام العطلات والاجازه. كل ده الطفل ممنوع يشتغل فيه، وصاحب العمل ملزم ان هو يعمل كشف طبي ودوري على الطفل دوت، ويقدم له كمان وجبه صحيه متوازنه. طبعا في ناس كتير هتقول الكلام ده ما بتطبقش. ماشي، ما هو احنا بنقول القانون، انما تطبيق القانون ده على الجهات المعنيه. في تفتيش على المصانع وعلى سن تشغيل الاطفال، لان الطفل عندنا الدوله اديته اهتمام كبير جدا ونظمت له وعملت له تشريعات عشان تنظم له عمل القانون بيها. اما النساء بقى، اهتمت الدوله والقانون العمل والتشريعات اهتمت بتنظيم عمل النساء. طيب، بالنسبه لتشغيل النساء، اول حاجه الدوله قالت لا يجوز تشغيل النساء ليلا. لا يجوز تشغيل النساء ايه؟ ليلا في المنشآت الصناعية من 7 مساء إلى 7 صباحا. ليه؟ حد يقول لي لا، ما احنا نعرف ستات ونساء بتشتغل متأخر. تمام، بس القانون قال ايه؟ لا يجوز تشغيل الأطفال النساء في من 7 مساء إلى 7 صباحا، دي ليلا يعني فترة الليل، في المنشآت الصناعية اللي هي المصانع يعني. لكن القانون استثنى حالتين، يعني اللي هتلاقيه شغال بالليل ده هيبقى الحالتين اللي احنا هنقول عليهم دول. الحالة الأولى إذا كانت طبيعة عمل النساء طبيعة إشرافية، يعني لو شغلتها في المكان ده شغلة إشرافية، لو شغلة إشرافية هنا يبقى بتشتغل بالليل عادي. أما السبب الثاني إذا كان هناك خوفا محقق على المواد الخام من التلف. فهنا صاحب العمل من حقه أن يشغل النساء ليلا، لكن بشرط أن يكون سبب قهري ولن يتكرر. سبب قهري ولن يتكرر يعني ايه؟ يعني انا ممكن اشغل النساء بالليل مفيش مشكله، بس بشرط ان يكون انا شغلتهم خوفا من تلف المواد الخام. يعني مثلا انا صاحب مصنع، مثلا مصانع الالبان او مصانع العجائن او الحاجات دي كلها، الحاجات دي لو الثابت، لو مثلا يعني ندي مثال عشان الناس تفهم، لو انا شغال في مصنع مثلا لصناعه الكيكه وبتشتغل بالعجينه، والنور اتقطع قعد 4 ساعات مقطوع، اجى النور حوالي الساعه 6، ففضل ساعه والنساء يمشوا. لكن لو مشوا الماده الخام اللي موجوده لو الثابت لتاني يوم، ايه اللي هيحصل لها؟ هتتلف، وهنا التلف هيؤدي الى خساره
صاحب العمل، والقانون برضو عايز مصلحة صاحب العمل. فقال ايه؟ قال من حق صاحب العمل انه يشغل النساء دول ليلا، لكن بشرط ان الموقف ده لن يتكرر مرة اخرى ويكون سبب قهري مش سبب معتاد. ده بالنسبة للنساء. برضو القانون قال لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الشاقة، مينفعش الست تشتغل في الاعمال الشاقة. كمان القانون قال ما ينفع لا يجوز تشغيل النساء في الملاهي الليلية والاعمال التي يصعب على المرأة العمل فيها. ده بالنسبة لقواعد تشغيل النساء. يعني القانون هنا اهتم بالنساء واهتم بالأطفال. فبنرجع تاني للي كنا بنقوله، بنقول قانون التأمينات قانون رقم 79 لسنة 1975 غطى الأطفال أقل من 18 سنة، يعني لو حصلت له إصابة بالشغل هياخد تعويض الإصابة فقط. كمان طلاب مدارس الصنايع أو الطلاب الصناعيون. طب ليه طلاب الصناعيون وإيه علاقة الطلاب؟ استنى بقى تقول إيه علاقة الطلاب بالقانون اللي احنا بنقوله؟ هقول لك إيه العلاقة. طالب بتاع الصنايع أو التلاميذ الصناعيين دول مش هم دول عندهم تدريب عملي؟ التدريب العملي ده ممكن يكون في الورشة عنده في المدرسة أو في إحدى المصانع الخارجية أو لا قدر الله لو حصلت له إصابة وهو في التدريب. طب هو طالب يعني ما بيدفعش تأمينات، يعني ما ياخدش معاش؟ لا، هياخد حاجة، مش هياخد معاش طبعا لأنه ما بيدفعش تأمينات. أمال هياخد إيه؟ هياخد حاجة اسمها تعويض الإصابة فقط. مين كمان؟ يبقى عندك فئتين دلوقتي، أقل من 18 سنة، وعندنا كمان طلاب المدارس الصنايع، عندنا كمان المتدرج أو المتدرجون. مين المتدرجون دول؟ احنا بنقول سن تشغيل الأطفال من 14 ل 18، ولا يجوز تدريب الأطفال قبل سن ال 12. في سنتين هنا من ال 12 لل 14 نطلق على الطفل اسم المتدرج. متدرج بعد كده هيشتغل يبقى طفل، ده برضه بيخضع لإصابة تعويض الإصابة فقط. عندنا كمان طلاب أو طلاب المشتغلون في المشاريع الصيفية، عندنا اللي عاملون بالخدمة العامة، كل دول بيخضعوا لإصابات العمل فقط. طيب تعال نشوف مع بعض كمان القانون بيشمل مين كمان. ما هي المبادئ التي استحدثها، مبادئ والمزايا التأمينية التي استحدثها قانون 79 لسنة 75؟ كلمة استحدثها يعني ايه؟ كلمة استحدثها يعني ما كانتش موجودة لكن دخلت حديثة على القانون. استحدث القانون 79 لسنة 1975 العديد من المزايا، ومن أهمها مساواة المنتفعين بأحكامه في الحقوق التأمينية، سواء كانوا عاملين في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص. يعني يقصد يقول أي ميزة هتطلع لأي حد هيبقوا جميع المتساويين. وده بص، يعني احنا بنشوف دلوقتي مثلا تيجي الدولة تقول هنزود المعاشات بنسبة 5%. أنهي معاشات؟ دول بقى اللي بيتساووا في القانون كلهم، العاملين في الحكومة أو التأمينات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص. رقم 2 عندنا عدم التعرض أو المساس للمزايا الإضافية المقررة لبعض الفئات التي تتضمنها قوانين توظيفهم كالشرطة والقضاء وهيئات التدريس بالجامعات. طبعا الشرطة والقضاء وهيئات التدريس لهم بعض المزايا التأمينية. قانون لما استحدث قال محدش هيتعرض للمزايا الإضافية دي. كمان استحدث تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكريما له. قانون اهتم بأصحاب المعاشات، طبعا الناس دي خدمة البلد الفترة دي كلها، فكان لازم القانون يجي وعمل لهم حاجة رعاية اجتماعية هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. سبان التأمين ضد إصابات العمل على العاملين الذين تقل عن عمرهم 18 سنة. قلنا كمان يعني القانون استحدث اللي أنا جزء اللي اتكلمت عليه اللي هو إيه؟ دخل في إصابة العمل اللي بتقل عملهم عن 18 سنة والمتدرج. الكلام ده ما كانش موجود في القانون. دخل المتدرج، دخل التلاميذ الصناعيين، ودخل الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي. اعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعد المحددة. يعني إيه؟ الإجهاد أو التعب في الشغل لو أدى إلى إصابة أصبحت إصابة عمل. كمان حدد ما المقصود بالأجر، كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي، سواء أجر أساسي
او اضافات متغيره كالعلاوات الدوريه. يعني القانون اهتم بالكلام ده. المعاشات، حالات استحقاق معاش انتهاء الخدمه اللي هو معاش الاجر الاساسي. امتى الواحد بيوصل لمعاش الاجر الاساسي؟ انتهاء خدمه المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد. يعني ايه سن التقاعد اللي هو هنا ايه يعني؟ ما قالش ليه سن الستين، انا ما قلت السن الستين لان هناك بعض الفئات ما بتطلعش معاش سن الستين فقلناه سن التقاعد. ويشترط 3 شروط للحصول على المعاش. انتهاء خدمة العامل بلوغ سن الستين، فاذا لم يستوف العامل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش اجاز له المشرع ان يستمر في العمل او يلتحق بصاحب عمل اخر حتى تستكمل المدة. ادي اول شرط. انتهاء الخدمة المبكرة، اذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ سن التقاعد كان هذا الانتهاء بسبب غير الوفاء او العجز، استحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن 240 شهر. طيب ليك معايا بقى بالنسبة لمعاش الشيخوخة. معاش الشيخوخة او معاش الاجر الاساسي ده معاش بيحصل عليه المؤمن عليه اذا بلغ سن التقاعد. طيب المعاش بتاع الاجر الاساسي ده بيشترط ايه؟ ان انا تكون خدمتي انتهت بالتقاعد. طيب لو خدمتي ما انتهتش بالتقاعد، لو انا قدمت على معاش مبكر، المعاش المبكر شرط من شروطه ان انا لا تقل خدمتي عن 240 شهر. وطبعا موضوع المعاش المبكر ده موضوع مهم. ليه موضوع مهم؟ لان في قانون الخدمة المدنية بدأنا نتكلم على موضوع المعاش المبكر للاقل من 55 سنة والاكثر من 55 سنة. يعني ايه؟ يعني اللي سنه 55 سنة لنظام واقل من 55 سنة لنظام تاني. ده طبعا هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل. معاش العجز والوفاء، هناك 3 حالات لمعاش العجز والوفاء. انتهاء الخدمة بسبب الوفاء او العجز الكلي او الجزء المستديم متى ثبت عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل وايا كان مدة اشتراكه في التأمين. الوفاء او العجز الكلي خلال سنة من تاريخ انهاء الخدمة ولم يكن قد صرف تعويض الدفعة الواحدة ولم يبلغ سن استحقاق معاش الشيخوخة بشرط توافر مدة اشتراك 3 أشهر متصلة او 6 أشهر متقطعة. بالنسبة للمؤمن عليه بغير الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال او القطاع الخاص المعتمد للوائح اجورهم من وزير التأمينات. كمان عندنا الوفاء او العجز الكلي بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك مدى زادت مدة اشتراكه في التأمين على 9 سنوات او 120 شهر ولم يكن صرف معاش او تعويض الدفعة الواحدة او بلغ سن 60. معاش الاجر المتغير، طبعا هنا معاش الاجر المتغير ده القانون دخل عليه بعض التعديلات. الاول نشوف كده يقصد ايه بالاجر المتغير. يقصد بالاجر المتغير كل ما يحصل عليه المؤمن عليه بخلاف الاجر الاساسي ويستحق المؤمن عليه معاش الاجور المتغيره المنصرفه له اعتبارا من 1/4/1984 وحتى تاريخ احالته الى التقاعد او ترك الخدمه لاي سبب وذلك مهما كانت هذه المده. طيب يعني ايه معاش اجر متغير؟ طبعا الاجر نوعين. الاجر عندي نوعين، الاجر الاساسي والاجر المتغير. والاجر المتغير هو كل ما يحصل عليه العامل بخلاف الاجر الاساسي. ففي معاش عند اسمه معاش الاجر المتغير، ومعاش الاجر المتغير ده لما بنيجي نعرفه بنقول كل ما يحصل عليه العامل بخلاف الاجر الاساسي اعتبارا من 1/4/1984. حد هيسال ويقول هو اشمعنى التاريخ دوت يعني، والتاريخ ده بتاع ايه؟ ده تاريخ صدور القانون 1/4/84. طبعا التاريخ ده اللي انا بقدر من خلاله احسب مدة الاشتراك المتغيرة للعامل. وطبعا القانون اجى تعدل واصبح بدل ما كان يضاف 2% عن كل سنة اشتراك اصبح دلوقتي يضاف 3% عن كل سنة اشتراك، ودي علت المعاش بتاع الاجر المتغير. عندنا كمان تعويض الدفعة الواحدة. قرر المشرع للمؤمن عليه الذي لا يتوافر في شأن الشروط الواجبة قانونا لاستحقاق المعاش تعويض نقدي يصرف له دفعة واحدة عند نهاية الخدمة ويحسب
بنسبة 15% من الأجر وعن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. هو يعني ايه تعويض دفعة واحدة؟ يعني ايه كلمة تعويض دفعة واحدة؟ كلمة تعويض الدفعة الواحدة، ومتى يستحق تعويض الدفعة الواحدة؟ تعويض الدفعة الواحدة معناها ان المؤمن عليه او المستفيد هيحصل على مبلغ نقدي. طب هياخد مبلغ نقدي ليه؟ في حالتين. الحالة الاولى اذا زادت مدة اشتراكه في التأمين عن 36 سنة. طب اشمعنى 36؟ اصل ال 36 دي اقصى مدة اشتراك في التأمين هتاخد عليها معاش. حتى لو كنت شغال اكتر من كده. هو انا ممكن اكون اشتغلت اكتر من كده؟ طب انا اتكلم على مثال شخصي، انا يعني حد انا اعرفه يعني اتعين وهو عنده 20 سنة. اتعين وهو عنده كام؟ 20 سنة، وبدأ يخصم منه التأمينات. طيب هيطلع معاشه عنده كام سنة؟ 60 سنة. يبقى كده قاعد في الشغل قد ايه؟ 40 سنة. 40 سنة بيدفع اشتراكات التأمين. طب لما نيجي نحسب له المعاش هنحسب له المعاش على كام؟ على 36 سنة. طب معنى الكلام ده ايه؟ ان هو دفع كام واحدة زيادة؟ دفع 4 سنوات زيادة. طب لو انا مثلا يعني قعدت 39 يبقى دفع 3 سنوات زيادة. المهم ان المدة تزيد عن كام؟ عن 36. ساعتها هاخد تعويض دفعة واحدة. ليه؟ ما الفلوس دي مش هتروح عليا، هاخدها، مش هاخدها وبس، ده انا هاخدها بالفوائد بتاعتها كمان. يبقى اول حالة انت من حقك تطلب فيها تعويض دفعة واحدة اذا زادت مدة اشتراكك عن 36 سنة، بتاخد تعويض من دفعة واحدة بعدد السنوات، المدة الزيادة اللي انت قعدتها عن ال 36. ال 36 دول هتاخد عليهم معاش، واحنا قانون المعاش للناس اللي حابة تحسب معاشها يعني بتقول المتوسط، وانا قلت قبل كده لو انت حابب تحسب المتوسط بتاعك بتجيب متوسط اخر سنتين ليك في الاجر وتضربهم في مدة الاشتراك اللي هي لو انت كملت المدة كلها اللي هي ال 36 في 1/45، ده المعامل بتاعك، يطلع لك المعاش بتاعك، وبعد كده بتزود الحد الادنى والحد الاقصى. طيب هل في حاله تانية بيستحق فيها المؤمن عليه تعويض من دفعه واحده؟ اذا لم تنطبق عليه شروط المعاش. يعني ايه لم تنطبق عليه شروط المعاش؟ يعني اول حاله اذا انتهت خدمه المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش. الحاله التانية اللي لسه متكلمين عليها زياده مده الاشتراك عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش وهو ال 36 سنه. فيستحق عن المده الزائده تعويض الدفعه الواحده، ويستحق الصرف في هذه الحاله فور انتهاء الخدمه. يعني هو بيقول لك تعويض الدفعه الواحده ده يستحق المؤمن عليه في حالتين. الحاله الاولى اذا لم تنطبق عليه شروط المعاش. الله، هو المعاش له شروط؟ طبعا له شروط. ايه شروط انطباق المعاش؟ يعني مثلا واحد قاعد في الشغل 6 7 سنين، 5 سنين، 10 سنين، وبعد كده قدم استقالته او هاجر خارج البلاد او مش عايز، حابب يكمل الشغل براحته. طب فلوس التأمينات دي راحت عليه؟ لا ما راحتش عليه، بس مش هياخدها معاش، هياخدها تعويض دفعة واحدة، وطبعا من الاسم كده يعطى مرة واحدة. الحالة التانية اللي ممكن ياخد فيها تعويض الدفعة الواحدة، الحالة التانية اللي هي كانت مدة الاشتراك تزيد عن الحد الاقصى التأميني اللي هو 36 سنة، ساعتها بيستحق تعويض من دفعة واحدة. طيب تأمين إصابة العمل. يسرى تأمين إصابة العمل على الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي، وهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال، وكذلك العاملين الخاضعين لقانون العمل بشروط معينة، وعمال القطاع الخاص، وأخيرا على من هم في حكم خدم المنازل. طيب بمناسبة الخدم، والكلمة دي اتقالت كتير في قانون العمل، ايه هو الخدم؟ يعني ايه الخادم؟ واي حد يطلق عليه لفظ خادم؟ القانون لا، قال في شرطين عشان نقول على ده خادم. ايه هما الشرطين؟ اول شرط ان يكون العمل اللي بيقوم بيه عمل مادي. مادي هنا مش معناها فلوس، لا، مادي هنا يعني عمل بالايد، يعني مش محتاج مجهود ذهني، عمل مادي فيه قوة، يعني بيشيل بيحط بايده كده، يعني ده عمل مادي. تاني حاجة ان يكون المكان الذي يعمل فيه مخصص للسكن الخاص، مخصص للسكن الخاص. يعني مثلا انا شغال في بيت مثلا طباخ، تمام،
فبطبخ للبيت، عمل مادي ولا مش مادي؟ مادي. والمكان ده مخصص للسكن الايه؟ الخاص، يبقى انا كده يطلق عليا عامل خدمه منزليه. طيب لو انا شغال طباخ في فندق هل يطلق عليا خادم؟ لا طبعا. ليه؟ الشرط الاولاني موجود انه يكون شرط مادي، لكن هل الفندق ده مخصص للسكن الخاص؟ يبقى انا هنا مش خادم. يبقى عمال الخدمه المنزليه دول لازم يتوفر فيهم شرطين. اول شيء يعني مثلا الفراشين او عمال المحلات دول يطلق عليهم خدم؟ لا طبعا ما ينطبقش عليهم لفظ خدم. ليه؟ الفراش بيعمل شاي لكن هل المكان اللي هو شغال فيه، المكتب او الشركه، هل ده مخصص للسكن الخاص؟ طبعا لا، يبقى ده مش خدم. قانون العمل زي ما قلنا قبل كده ماده شيقه جدا جدا جدا، بتعرفنا حاجات احنا ما كناش نعرفها، ماده بتفيدنا. يمكن تقسيم الفئات اللي هي هتخضع لقانون العمل، اصابه العمل، الى نوعين. الاول يعني ايه اصابه العمل؟ يعني ايه كلمه الاصابه؟ اصابه العمل هي الاصابه التي تحدث للعامل بسبب العمل او حادث اثناء العمل او باحدى الامراض المهنيه المبينه في الجدول او امراض مهنيه تخص العمل. يعني تاني، اصابه العمل هي الاصابه التي تحدث للعامل اثناء العمل او بسبب العمل او باحدى الامراض المهنيه للعمل. طيب الاصابه لازم تكون، عشان تحسب اصابه عمل لازم تكون ناتجه عن حادث. ما المقصود بالحادث؟ يقصد ايه بالحادث هنا؟ الحادث هو تاثير خارجي مفاجئ، تاثير خارجي مفاجئ يسبب ضرر للجسم. ما هو من غير كده ما تبقاش اصابه. طيب الاول قبل ما نقول الحادث ونتكلم على المصاب والحاجات دي كلها، انت دلوقتي بتقول الاصابه هي اصابه العمل. لو سالت اي حد اقول لك والله اصابه العمل دي لما الواحد يكون شغال ويحصل له حادثه في الشغل يبقى اصابه عمل. طب هو ما ينفعش الحادثه تحصل بره الشغل وتبقى اصابه عمل؟ طب هي ما ينفعش ان هي تبقى اصابه عمل وما فيش حادثه اصلا؟ اه ينفع. ازاي؟ ما احنا بنقول اصابه العمل هي الاصابه التي تحدث للعامل اثناء العمل، يبقى دي جوه الشغل وهنتكلم عليها دلوقتي، او بسبب العمل. يعني ايه؟ يعني اثناء، لا قدر الله لو في اتوبيس، طبعا من التزامات صاحب العمل نقل العمال من والى العمل، فالاتوبيس ده رايح الشغل وهو رايح الشغل لا قدر الله عمل حادثه وحصل اصابات، هل دي تعتبر اصابه عمل مع ان الحادثه بره العمل؟ اه تحسب اصابه عمل هنا لانها ايه؟ بسبب العمل. طيب لو العامل اصيب باحدى الامراض المهنيه، يعني ايه الامراض المهنيه؟ يعني مثلا مصنع كيماويات عامل اصيب بمرض ربو او مرض صدري، هل دي تعتبر اصابه عمل؟ طبعا لانها ناتجه من احدى الامراض المهنيه. طيب لو الاصابه جوه الشغل، جوه الشغل بقى لازم تكون ناتجه عن حادث. ايه الحادث ده؟ الحادث ده هو ضرر يقع بالجسم نتيجه تاثير خارجي مفاجئ. تاني، ضرر يلحق بالجسم، يعني الحادث لازم يلحق ضرر بجسم العامل نتيجه تاثير خارجي مفاجئ، يعني يكون التاثير ده من بره مش من الداخل، ومفاجئ ما يكونش معمول حسابه عشان يبتدي نطبق عليه اصابه العمل. طب هو يعني ايه اصابه عمل؟ يعني لما اقول مثلا عامل اصيب باصابه قدرت نسبتها ب 30%، يعني ايه 30% و20% و40%؟ هقول لك يعني ايه. لو قلنا اصابه عامل بنسبه 30% معناها كده انه فقد قدرته على العمل بنسبه الاصابه دي. يعني لو قلنا عامل اصيب باصابه قدرت بنسبه 20% يبقى العامل ده فقد قدرته على العمل بنسبه 20%. يعني لو ترجمنا الكلام ده لفلوس، عشان كده العامل بياخد تعويض اصابه. لو ترجمنا طبعا تعويض الاصابه مش هيغنيه عن اي جزء يفقده في جسمه، لكن احنا بنتكلم على التعويض المادي. لما اقول عامل اصيب باصابه قدرت ب 50% معناه انه فقد قدرته على العمل بنسبه 50%، يبقى لازم ياخد تعويض يرجع النسبه اللي فقدها دي. طيب الدوله قالت ايه بقى؟ قالت حطت مقياس كده للاصابه، يا اما الاصابه اقل من 35% يا اما الاصابه اكتر من 35%. طب هي هتفرق؟ طبعا، لان لو الاصابه اقل من 35% يحصل المؤمن عليه على تعويض اصابه. تاني، لو الاصابه اقل من 35% هياخد حاجه اسمها تعويض ايه؟ اصابه. اما اذا كانت الاصابه اكتر من 35%،
هياخد معاش مش هياخد تعويض. يبقى لو الإصابة أقل من 35 ياخد تعويض، لو الإصابة أكتر هياخد إيه؟ هياخد معاش. ده بالنسبة للمصاب. الحقيقة الدولة قسمت الفئات اللي بتستحق تعويض الإصابة والتأمينات إلى فئتين. تعالى كده نشوف مع بعض التقسيمات ماشية إزاي. المجموعة الأولى العاملون بقطاع الأعمال، والفئة دي تخضع لكافة أنواع التأمينات بما فيها تأمينات إصابة العمل. رقم اتنين العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية. يعني لو أنت شغال قطاع خاص عشان تخضع للتأمينات لازم أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، أن تكون علاقة العمل التي تربط العامل بصاحب العمل علاقة منتظمة يعني عن طريق عقد عمل. العمال الأجانب الذين يزاولون الذين يعملون بالقطاع الخاص مع ضرورة توفير شرطين. أول شرط ألا تقل مدة عقد العمل الأجنبي عن سنة. الشرط الثاني أن تكون هناك اتفاقية تنص على المعاملة بالمثل، أي خضوع العامل المصري الذي يعمل في الدولة الأجنبية الموقعة الاتفاقية لأحكام قانون التأمينات. يعني لو أنت أجنبي في مصر هنا وحصلت لك إصابة هل هتحصل على الحقوق بتاعتك؟ القانون قال آه بس بشرطين. أول شرط أن العقد بتاعك ما يكونش إلا عن سنة. ثاني شرط مبدأ المعاملة بالمثل. يعني إيه مبدأ المعاملة بالمثل؟ يعني مثلا لو العامل ده اللي عندي عامل من بنجلاديش وحصلت له إصابة، هسأل الأول هل بنجلاديش لو العامل المصري أصيب هناك بتدي له إصابة العمل؟ أنا هنا عامله زيها. أما لو ما كانتش بتعامله يبقى أنا هنا مش هعامله، هعامله زي ما هي بتعامله بالظبط. المجموعة التانية، المجموعة دي اللي هتاخد إصابة العمل فقط. أمال المجموعة اللي فاتت؟ المجموعة اللي فاتت دي كانت بتاخد جميع حقائق التأمينات الاجتماعية. تشمل الفئات الخاضعة لأحكام إصابات العمل فقط هم العاملون الذين تقل سنهم عن 18 سنة، العامل المتدرج، وقلنا المتدرج ده الطفل اللي أقل من 14 سنة، التلاميذ الصناعيون، طلاب المشتغلون في المشاريع الصيفية، والخريجون المكلفون بالخدمة العامة. دول اللي هيخضعوا لتأمين إصابة العمل فقط. نيجي نتكلم على تأمين المرض. إيه هو تأمين المرض؟ يقصد بالمريض من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل. طيب نوضح الجزء ده. إحنا كان عندنا أما اتكلمنا على إصابة العمل قلنا المصاب. مين هو المصاب؟ المصاب كل من أصيب بإصابة عمل. أما المريض كل من أصيب بإصابة غير إصابة العمل. تاني المصاب كل من أصيب بإصابة عمل، أما المريض كل من أصيب بإصابة غير إصابة العمل. تأمين المرض بقى ده يقصد بالمريض قلنا اللي أصيب بإصابة غير إصابة العمل. إيه المقصود بتأمين المرض؟ مما يفهم منه أن التأمين من المرض يستهدف توفير الحماية التأمينية للعاملين ضد الأمراض والحوادث التي لا تعتبر إصابة عمل بالمفهوم المعروف. يشترك في تمويله العامل مع صاحب العمل لتأمين المرض، كما أن تأمين المرض لا يشمل تعويض، مش تعويض أو معاش، إلا إذا أدى إلى وفاة العامل أو إصابته بعجز جزئي أو عجز كامل. في هذه الحالة لا يستحق إلا المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لتأمين الشيخوخة. طب يعني إيه الكلام دوت؟ نوضحه واحدة واحدة. تأمين المرض، تأمين المرض ده هيتاخد لمين؟ وإيه الفرق بين تأمين المرض وإصابة العمل؟ إيه الفرق بين المريض والمصاب؟ قلنا المريض كل شخص أصيب بإصابة غير إصابة العمل، أما المصاب كل من أصيب بإصابة عمل، ده اسمه مصاب. تأمين المرض بقى بيغطي الحوادث والإصابات الغير ناتجة من إصابة العمل. يعني مثلا لو حادثة حصلت جوه الشغل ده بقى اسمه مصاب وبنديله تعويض إصابة. وأما تأمين المرض، تأمين المرض بيتكفل بالعلاج للإصابات اللي هي مش ما تعتبرش إصابات عمل. لا قدر الله عمل مريض عمل حادثة، طيب هل هو معاش؟ لا مفيش معاش ولا تعويض على تأمين المرض إلا إذا خلى المرض ده أدى إلى الوفاة، ساعتها يستحق معاش العجز والوفاة أو التعويض الدفعة الواحدة. يعني في فرق ما بين تأمين المرض وتأمين إصابة العمل. ونقول تاني كلمة عشان الناس تبقى فاهمة، المصاب
كل من أصيب بإصابة عمل، أما المريض كل من أصيب بإصابة غير العمل. يعني بص هندي مثال بسيط كده عشان الناس اللي بتتابعنا تفهم. لو في اتنين كده مثلا شغالين في نفس المكان، واحد وهو في الشغل لا قدر الله حاجة وقعت على رجله كسرتها، جوه الشغل تعتبر إصابة إيه؟ عمل. زميله راح بالليل يلعب ماتش رجله اتكسرت، هل دي تعتبر إصابة عمل؟ لا ما تعتبرش إصابة عمل لأنها إصابة غير إصابة العمل. كده هل هو مصاب؟ لا مش مصاب، اسمه مريض. طب هنسيبه يعني؟ لا، ده هينتفع بتأمين المرض، عشان كده بنقول تأمين المرض هيعالج الحوادث والمرض الناتج غير إصابات العمل، وتأمين المرض لا ينتج عنه ولا معاش ولا تعويض إلا إذا أدى إلى الوفاة. يعني المريض ده لو توفى بالمرض بتاعته أو بإصابته طبعا مش هياخد حاجة برضو اسمها معاش المرض، لا هياخد حاجة اسمها يا إما تعويض يا إما ياخد حاجة اسمها المعاش العجز أو الوفاة. طيب شروط استفادة العاملين من تأمين المرض، يعني لو في عامل مريض إزاي يستفيد من تأمين المرض؟ أول شرط أن يكون العامل خاضع لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75. أي عامل مش هيبقى خاضع للقانون ده مش هيطبق عليه ولا يستعيق ولا يستفيد بتأمين المرض. رقم 2، العاملين لدى أصحاب الأعمال الذي يصدر بتحضيرهم قرار من وزارة الصحة الاشتراك فيه لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة بحيث يكون الشهرين الأخيرين منفصلين. دي شروط الاستفادة من تأمين المرض. استفادة أصحاب المعاشات وأسر المؤمن عليهم من تأمين المرض، هل الناس اللي بتطلع معاش هل ممكن يستفيدوا من تأمين المرض؟ نبص على الجملة دي مهمة جدا، تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية على أصحاب المعاشات إذا طلبوا ذلك. يعني لو صاحب المعاشات حابب إن هو يشترك في تأمين المرض وينتفع به من حقه، مش حابب ما بيبقاش نظام إجباري عكس اللي في الوظيفة. يعني عشان كده بنقول إن طلب الاستفادة اختيار لصاحب المعاش إلا أنه متى قدم الطلب لم يعد له الحق في العدول عن طلبه. يعني لو قدم الطلب عشان يستفيد من تأمين المرض مش من حقه إن هو يرجع في كلامه. اتكلم على تأمين البطالة. طيب قبل ما نتكلم على تأمين البطالة، هو إيه علاقة البطالة باللي احنا بنقوله ده؟ تأمين البطالة ده الأول يعني إيه كلمة البطالة؟ البطالة هي التوقف غير الإرادي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول عليه. تاني، التوقف غير الإرادي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول عليه، يعني أنا واقف عن الشغل مش بمزاجي، خارج عن إرادتي نتيجة إن أنا مش لاقي شغل. أما تأمين البطالة نظام إجباري يقوم بتمويله أصحاب الأعمال فقط، ده تأمين البطالة. العامل المتعطل، يعني ايه عامل متعطل؟ العامل المتعطل هو الشخص القادر على العمل والراغب فيه والباحث عن العمل المناسب من حيث الكفاءة والأجر والمستعد لقبوله ولا يجده، ده اسمه العامل المتعطل. طيب مين اللي هيسري عليه أحكام تأمين البطالة؟ تسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون رقم 79 لسنة 75 فيما عدا الفئات الآتية، يعني دول مش هيتطبق عليهم تأمين البطالة: العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية، وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم، العاملين الذين يبلغون سن 60، العامل الذي يستخدم أعمال عرضية أو مؤقتة على الأخص زي المقاولات وعمال الترحيل وعمال المسلمين وعمال الشحن والتفريغ. شروط استحقاق البطالة، لو أنا عايز معاش بطالة إيه الشروط بتاع استحقاق البطالة؟ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من شغله. يعني إيه؟ طيب إحنا بنقول البطالة ديت عشان بس الناس تبقى فاهمة إيه تأمين البطالة ده؟ دي مش إعانة بطالة، لا ده تأمين بطالة. يعني إيه؟ لو أنا كنت شغال في مكان وحصل إغلاق للمكان ده أو هل أنا ليا تأمين بطالة؟ فلوس أخدها يعني تأمين البطالة ديت، لكن الدولة حط لها شروط أو القانون حط لها شروط. عشان أنا نستفيد بتأمين البطالة، أول حاجة هو يعني إيه البطالة؟ التوقف، خلي بالك من التعريف، هو التوقف اللا إرادي عن العمل. يعني إيه التوقف اللا إرادي؟
يعني انا مش بدور على شغل لكن مش لاقي شغل غصب عني، يبقى ده كده اسمها بطاله. العامل المتعطل او العاطل يعني هو العامل الباحث عن العمل وبيرغب فيه ولا يجده، الباحث عن العمل وبيرغب فيه ولا يجده، ده اسمه المتعطل. طيب هو اي حد هياخد تامين البطاله؟ لا، حط له شروط. قال لك اول شرط الا تكون خدمته انتهت بالاستقاله. الا تكون خدمته انتهت بالايه؟ بالاستقاله. ودي طبيعي لان احنا بنقول ايه، البطاله هي التوقف اللا اراضي. طب الاستقاله ايه، بمزاجنا ولا غصب عني؟ انا لما اكون في مكان وقدمت استقالتي ده بمزاجي ولا غصب عني؟ لا، بمزاجي طبعا. يبقى انا هنا ما اقدمش استقاله واقول انا عايز تامين بطاله، يبقى انا كده ماليش تامين بطاله. تاني حاجه الا تكون خدمته انتهت بحكم جنائي، يعني ما تكونش خدمه المؤمن عليه ده انتهت بحكم جنائي. يبقى عندنا حالتين دلوقتي، اول حاله ان انا ما تكونش خدمتي انتهت بالاستقاله عشان مش هيبقى ليا بطاله، الحاله الثانيه ان انا ما تكونش خدمتي انتهت بحكم جنائي. عندنا كمان برضو من ضمن الحالات ان يكون المؤمن عليه مشترك في التامين لمده 6 شهور على الاقل، يعني عشان اقدر اخد تامين بطاله لازم اكون مشترك في التامين مده 6 شهور على الاقل، وان يكون المؤمن عليه قادر على العمل ورغب فيه. دي شروط تأمين البطالة. طب لو أنا باخد التعويض ده وطبعا يكون مسجل اسمه في سجل المتعطلين وبيتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيها اسمه في المواعيد التي تحددها بقرار من وزير القوى العاملة، طيب متى يسقط الحق في صرف تعويض البطالة؟ يعني ايه؟ يعني أنا باخد تعويض، امتى يسقط الحق في صرف التعويض؟ ما عادش ليه الحق ان أنا أصرف التعويض ده. رقم واحد، إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسب له ويعتبر العامل المناسب إذا تعرض فيه الشروط. طيب خلينا الأول نفهم الجملة دي. دلوقتي أنا باخد تأمين بطالة وعشان مش لاقي شغل، قامت الحكومة بعتت لي جواب، القوى العاملة بعتت لي جواب قالت لي تعالى هنشغلك في الحتة الفلانية، أنا رفضت، هنا يسقط الحق في صرف تعويض البطالة. طيب امتى كمان يسقط الحق في تعويض البطاله؟ اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. يعني ايه؟ انا دلوقتي بقول انا عايز تامين بطاله عشان ما بشتغلش وفي انا متعطل وعندي توقف لا اراضي عن العمل، ثبت بقى ان انا بشتغل لحسابي الخاص يعني عامل شغل لنفسي، ساعتها يسقط الحق في تعويض البطاله. رقم 3، اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير، يعني شغال عند ايه؟ عند حد تاني. اذا استحق المؤمن عليه معاش يساوي قيمة تعويض البطالة. اذا هاجر المؤمن عليه او غادر البلاد، اذا بلغ المؤمن عليه سن 60، دي الحالات اللي بيسقط فيها تعويض البطالة. نيجي نتكلم على المستحقون للمعاش في حالة وفاة صاحب المعاش. طيب النقطة دي نقطة مهمة جدا، من هم المستحقون للمعاش في حالة وفاة صاحب المعاش؟ يعني شوفوا الحلقات بتاعتنا اللي فاتت، ابتدينا من اول ازاي نعرف قانون العمل لحد كمان هنبتدي نلتحق بالعمل، عقد العمل والاجازات و و و لحد ما وصلنا للمعاشات. شوفوا الماده بتعرفنا ايه، ده مش كده وبس، كمان ده وصلت لنا الماده وصلت معانا الابعد من كده. المستحق للمعاش في حاله وفاه صاحب المعاش، يعني مين اللي هم طبقا للجدول بتاع التامينات، مين لو صاحب المعاش ده اللي بياخد الفلوس ده مات، مين اللي ياخد المعاش بعده؟ طبعا الناس كتير تقول لي ما عادي عياله، طبعا ما تقلقش كده، ده جدول محطوط. مين هم؟ عندنا المطلقة، الأرملة، عندنا الزوج، عندنا الأولاد، عندنا البنات، عندنا الوالدين، وطبعا كل واحد من دول ليه شروط لاستحقاق المعاش. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها معاش وكده. طيب اول حالة عندنا طبعا، والاولوية هنا معاش معناه ان ده تاخد معاش الاول، لا ده احنا بنقول من يستحق المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش. عندنا اول حالة المطلقة. المطلقة، هل المطلقة ليها شروط عشان تاخد معاش؟ طبعا ان يكون الزواج دام 20 عام، لازم الجواز يكون دام 20 عام عشان تبتدي تاخد معاش من زوجها اللي توفى. تاني شرط ان يكون الطلاق تم رغما عنها. يعني ايه رغما عنها؟ يعني ما فيش اي نيه سوء في الطلاق،
بعض الحالات الفرديه حالات الشاذه بيعملوا ايه، بيكون مثلا، وطبعا هنا برضو نصيحه وتحذير في نفس الوقت، بيعملوا ايه، حد مثلا والده بياخد معاش، واحده مثلا متزوجه وجوزها والدها يعني بياخد معاش كويس، والدها توفى، فوالدها طبعا لما توفى وهي متزوجه فما لا تستحق المعاش، فتتفق على الطلاق مع زوجها عشان تاخد المعاش. طبعا بيكملوا بقى بحاجات تانية وكده، طبعا ده كل ده مخالف للقانون وبيؤدي الى السجن. فاحنا بنحذر يعني اوعى حد يعمل الموضوع ده، مش عشان المعاش وتاخدي حقوق من الدولة ما هيش حقوقك تعملي حاجة زي كده، فدي طبعا غلط وغير قانونية. طيب عندنا كمان الأرملة. الأرملة تستحق معاش لكن بشروط برضو. أول شرط عندنا أن يكون الزواج موثق، يعني الزواج ما هو الأرملة دي مين؟ اللي زوجها توفى، فالأرملة عشان تستحق معاش يشترط القانون أن يكون الزواج موثق، موثق يعني في عقد بالزواج ده. تاني شرط أن يكون الزواج تم قبل سن الستين. يعني إيه؟ يعني ما تكونش الست دي اللي زوجها توفى اتجوزته وهو معدي سن الستين، لو اتجوزته وهو معدي سن الستين لا تستحق فيه معاش. بس خلي بالك الكلام واضح، لا تستحق فيه معاش مش ميراث، الميراث ملناش علاقة بيه، احنا بنتكلم على المعاش. لو الأرملة اللي زوجها توفى كان الزواج بتاعهم تاريخ العقد معدي سن الستين لا تستحق فيه معاش. يبقى عندنا كده المطلقة وعندنا الأرملة. مين كمان يستحق عندنا؟ عندنا كمان اللي يستحق الزوج إذا، أو الأرمل يعني إذا توفت زوجته. هل إذا توفت زوجته يستحق الزوج معاش؟ القانون قال بشروط. طب إيه هي الشروط؟ أول شرط عندنا إن يكون الزواج موثق، يعني إيه؟ قلنا لسه الموثق قانوني. تاني شرط إن الزواج يكون تم قبل سن الستين. يعني إيه؟ يعني الراجل ده اللي مراته ماتت وبقى أرمل ما يكونش متجوزها وهي معدية سن الستين، لأن مش هيبقى لي معاش برضه. ثالث شرط أن يكون غير قادر على الكسب. يعني إيه غير قادر على الكسب؟ يعني مش قادر يشتغل. طب برضه يعني إيه مش قادر يشتغل؟ ما هو مش أنا ولا أنت اللي هنقول، دي لجنة من الكوميسيون الطبي بتحدد إذا كان الزوج ده قادر على الكسب أو غير قادر على الكسب. يبقى عندنا دلوقتي ثلاث حالات قلنا عليهم، الأرملة والمطلقة والزوج الأرمل اللي مراته بتتوفى. يبقى فعلا ممكن الزوج ياخد معاش عن زوجته المتوفاة إذا كان غير قادر على الكسب. مين كمان بياخد معاش؟ البنات أو البنت. البنت بتفضل تاخد معاش عن أبيها أو تستحق معاش عن أبيها أو أمها حتى الزواج. حتى الإيه؟ الزواج. طب لما تتزوج إيه اللي هتحصل؟ هيتم إيقاف المعاش. هيتم إيه؟ إيقاف المعاش. طب الولد، الولد يستحق المعاش حتى سن 21 سنة. الولد بيستحق معاش حتى سن 21 سنة. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة، وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.